سيادة السفيرة نجوى إبراهيم رئيس مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يعني يبدو سيادة السفيرة أنه يعني العالم يطلع جيدا على الجهود المصرية لتطوير مصر وسمات الجمهورية الجديدة، يعني اللي يسمع رئيس وزراء بلجيكا بيتكلم النهاردة يحس إنه هو مسؤول معانا جوه مصر، عارف إيه اللي حاصل في تمكين المرأة واستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتسامح وقبول الآخر ومكافحة الفكر المتطرف. كيف ترين هذا الاهتمام الدقيق لما يحدث في مصر، خصوصا الملفات اللي بتهم الاتحاد الأوروبي واللي جات على لسان رئيس وزراء بلجيكا اليوم؟ الحقيقة الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كله فعلا مظبوط. احنا دلوقتي الرئيس لما كان في براغ الفترة اللي فاتت اهتم جدا رئيس وزراء بلجيكا بالمواضيع دي، والرئيس وضح له رؤية مصر أو رؤية الجمهورية الجديدة فيما سيحدث في الفترة القادمة بإذن الله. أول أهدافنا هي طبعا زي ما حضرتك بتقول كفاح إن إحنا نكافئ، يعني ندي مساحة أكبر للمبادئ وللعقيدة وللتسامح وإن إحنا وتقبل الآخر. دي حاجة مهمة جدا وكانت بتتعمل بنطاق ضيق قوي قوي، لا دلوقتي بقت واسعة واتسعت مساحتها وأصبحت بقت من حقك تتكلم، من حق كل واحد يبقى ليه مبدأ أو ليه يعني عبادة خاصة بيه أو كده تحترم أيا كانت تحترم. الحاجة الثانية كفاح الفكر المتطرف، طبعا دي احنا شايفينها دلوقتي في مصر بقت واخدة نطاق كبير جدا جدا، كان في دراسات عليا وماجستير ودكتوراه بتقدم بهذا الموضوع. فهو ماشي بصورة كبيرة وبصورة وفيها خطوات ثابتة كمان، وبالمناسبة أنا واخدة الدكتوراه بتاعتي في هذا المجال اللي هو اللي هي محاربة التطرف. محاربة التطرف يعني حضرتك كباحثة يعني استمرتي في البحث يعني في البوست جراديويشن حتى الدكتوراه، شايفة انه فعلا راضية عن الاجراءات اللي مصر اتخذتها؟ اكيد برضو عندك مقارنات في الرسالة بتاعتك مع دول اخرى اشتغلت في هذا المجال على افريقيا. انا عاملها على افريقيا، على دول افريقيا والجماعات اللي موجودة في افريقيا واللي انتشرت في افريقيا. والعلم حضرتك ساعة ما الحاجات دي كلها هيتم القضاء عليها، هي طبعا مش في سنة ولا في اتنين ولا في حاجة طبعا، هتشوفوا افريقيا دي صورة تانية، صورة بتنافس أوروبا فعلا، لأن فيها ناس وفيها إمكانياتها كبيرة وثرواتها كتيرة ومساحاتها كبيرة قوي. فساعتها إن شاء الله إحنا لو قضينا على التطرف والمتطرفين في هذه البلاد البلدان كلها هتلاقي الدنيا اتغيرت خالص. صحيح. طيب سيادة السفيرة طبعاً أنا فضل. طبعا بما أني ماسكة المعهد الأفريقي الدولي للسلام في بروكسل فأنا كنت فخورة بأن رئيسي بيناقش الحاجات. صحيح. وزي ما حضرتك بتقولي كنا على استحياء نأخذ خطوات، يعني مثلا يبقى حد جاي لنا من أمريكا، حد من هنا رايح أمريكا في العهود السابقة، بس تلاقي بعض الإجراءات على استحياء عشان بس يتقال إن أنتوا عملتوا إنه الواجب اللي عليكم. لا إحنا دلوقتي بقينا عاملينها في النور كلها، والرئيس إدانا المساحات الكافية اللي نقدر بيها نقف ونتقبل الآخر أيا كان ديانته. خلي بال حضرتك من حاجة، المسلم والمسيحي هنا في مصر ما فيش فرق بينه، لكن في ديانات تانية جاية. لا احنا النهاردة هنقول لازم نتقبلهم ونتعامل معهم، لكم دينكم ولي ديني. أيوة صحيح. ده احنا بنتكلم على ايه؟ المجتمع هو ان كل مواطن له حقوق وعليه واجبات، ده المجتمع. أيوة. اما العبادة دي حاجة تخصه بقى بينه وبين ربه. طب بفضلك الدين لله والوطن صحيح للجميع. سيادة سفيرة يعني كلميني عن فكرة برضو تمكين المرأة، لأن أكيد برضو حضرتك بحكم منصبك الرفيع بتتبعي هذا الأمر حتى لو كان تخصصك الرئيسي في الفكر مكافحة الفكر المتطرف. بالنسبة الرئيس أطلق الاستراتيجية الوطنية كانت من أهم حاجة تمكين المرأة. تمكين المرأة في كل حاجة، سواء اقتصادي سواء سياسي سواء اجتماعي سواء كل المجالات أطلق فيها
للمرأة في الاستراتيجية، في جهود مكثفة جدا بتبذل دلوقتي علشان المرأة تبقى يعني مش هقول زيها زي الراجل، لان طبعا يعني برضو احنا بنقول عشان ما نتحاربش من جهة تانية، لا احنا بنقول ان هي تعتبر نالت جميع حقوقها، وبالذات حقوقها الاجتماعية، حقوق بيتها كزوجة، حقوقها في انها تنال حقوق. اقول لحضرتك حاجة، النهاردة ما بقاش في قضايا بتتأخر في المحاكم. النهاردة المرأة واخدة حقها كامل، وبتدخل وهي عارفة ان هي هتاخد حقها، مش همرمطها خمس ست سنين في المحاكم. اقل من سنة بتحصل على الحكم. طب سيادة سفيرة، حضرتك رئيس مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية، كيف تعملون في المؤسسة وغيرها من الجهود على نقل ما وصلت إليه المرأة المصرية للمرأة الأفريقية، اللي أكيد وضعها يعني متأخر كتير في دول الأفريقية؟ في طبعا في بلاد السيدات فيها مش يعني إلى الآن الحقوق بتاعتهم واخدينها، بس واخدينها بنطاق ضيق. بس هقول لحضرتك حاجة، دي مش راجعة ليها كمرأة، لا هي البلد عندهم بتبقى كده. لكن في بلاد حصل على حقوقها زينا، زيها زي رواندا، زي تونس، زي الجزائر، زي لا في ناس حصلة. وانا ما اقول افريقيا قبلها هقول العرب، الدول العربية لا ماشية كويس جدا، وفي دول افريقية كويسة، واحنا بنتواصل مع دول كتير. يعني انا لسه كنت في لقاء مع سفير غينيا، لا الدنيا ابتدت تغير بالنسبة للمرأة، والملاحظ كمان ان كل السفارات اتعينت فيها مستشارات سيدات، ودي تعتبر بالنسبة لهم خطوة كويس. الأكتر بقى إن لسه من يومين لسه سفارة النيجر اللي جاتها ومسكت سفيرة من أفريقيا، يعني سفيرة النيجر في القاهرة أفريقية، بتقول أنا تمنيت أجي مصر تحديدا عشان أشوف الحريات بتاعتكم، أشوفكم وأنتوا نايلين يعني بتعيشوا في أزهى عصوركم. فقالت أنا فخورة بيكم. نفس الكلام ده نقلته لي حرم السيد رئيس غينيا لما كانت في القاهرة والتقيت بيها، نفس دوت اللي قالوا لي سفير السنغال. أشكرك يا فندم سيادة السفير نجوى إبراهيم رئيس مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية، ونتمنى يا ربي لكل سيدات في العالم أن هم يعيشوا في سعادة ويشعروا أنهم يعني متحققات فيما أرادوا. كل واحدة اللي عايزة تتحقق في بيتها، تحقق في تربية أولادها، تحقق في شغلها، تحقق في علمها ودراساتها.